تتواصل المبادرة الرئاسية ابدأ حياة في أسبوعها الثاني بمحافظة سوهاج، والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي ومؤسسة حياة كريمة. تهدف المبادرة إلى الاهتمام بملف الصناعة لتحقيق العائد الاقتصادي وتوفير فرص العمل للعديد من الشباب. ابدأ حياة مبادرة رئاسية تستمر فعالياتها بمحافظة سوهاج للأسبوع الثاني على التوالي، وتهتم بملف الصناعة لتحقيق التمكين الاقتصادي بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي ومحافظة سوهاج ومؤسسة حياة كريمة. احنا حاليا بمتابعة ميدانية لمبادرة ابدأ حياة. المبادرة دي اللي هي بتهدف التدريب وتأهيل الشباب المحافظة سوهاج للعمل وسوق العمل والحرف. احنا عندنا في خلال المبادرة اكثر من قسم واكثر من حرفة، قسم الخراطة واللحام، وقسم للتبريد والتكييف، وقسم لتصليح الأجهزة الكهربائية والمنزلية، وقسم للألومنتات. المبادرة تستهدف بحث سبل دعم الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي وما يتبعه ذلك من زيادة للإنتاج الذي يزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة. احنا النهاردة في نهاية الأسبوع الثاني في البرنامج التدريب التحويلي لأبناء شباب سوهاج، والنهاردة إن شاء الله وصلوا لمرحلة إيجابية جدا، إن هم بدأوا يتعاملوا مع الأجهزة بالفعل من خلال إن هم بقوا يفكوها ويجمعوها ويختبروا الأجزاء المكونة للجهاز ويحددوا العطل ويكتشفوه ويستبدلوه بالسليم ويجمعوا الجهاز تاني. الواحد مبسوط على المنتج بتاعه أو الاستثمار بالنسبة لصناعته. الحمد لله رب العالمين قدرنا نخلي الطالب أو المتدرب يطلع منتج يشتغل في الحياة العملية. بفضل الله احنا دلوقتي المدربين اللي معايا وصلوا لمرحلة متقدمة جدا، وبفضل الله برضو بدأوا يقفوا على المنشار ويقطعوا لوحدهم ويجمعوا الشباك لوحدهم بناء على التقسيمات اللي هم حفظوها. تأتي مبادرة ابدأ حياة بهدف الارتقاء بالصناعة المصرية وتطويرها، بالإضافة إلى ضخ استثمارات جديدة وتوفير مزيد من فرص العمل خلال الأربع سنوات القادمة. الحمد لله اتعلمنا حاجة اسمها ألموتال، أول مرة نمسكها في إيدينا. اتعلمنا إزاي تقسيمات، وازاي اتعلمنا قطاعات، وازاي اتعلمنا ان احنا نعتمد على نفسنا فيما بعد. قدمت في مبادره حياه كريمه ابدا اللي اتاحت لي الفرصه اني اتعلم تصليح الاجهزه. انا دلوقتي في قسم صيانه اجهزه منزليه، تعلمت جميع الاعطال وازاي اصلحها وازاي اتعامل معاها جميع الاجهزه، سواء كان سخان كهربائي، سواء كان دفايه، سواء كان مروحه. هذه اذا مبادره ابدا حياه التي تمثل دعما كبيرا لتحقيق التنميه نحو الجمهوريه الجديده.